قدم محبة شيء على محبة الله عذبه الله به، فكلا أخذنا بذنبه. فرعون أحب الدنيا وهذه الأنهار تجري من تحته، عذب بهذه الأنهار، جعلها الله سبحانه وتعالى تجري من فوقه. قارون افتخر بماله، جعله الله سبحانه وتعالى يعذب بهذا المال، فخسفنا به وبداره الأرض. كل من قدم محبة شيء على محبة الله عذبه الله به، وكل من قدم، هذا كلام ابن القيم رحمه الله، وكل من قدم خوفه من شيء على خوفه من الله خوفه الله به، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. تحب الله ولا تحب أحد مع الله. والمحبة على ثلاثة أقسام: محبة مع الله شرك أكبر، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. محبة لله وفي الله من أوثق عرى الإيمان، واجبة. ومحبة طبيعية كمحبة الزوجة والولد والوالد. إذن المحبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: محبة مع الله شرك أكبر، محبة لله أو في الله واجبة من أوثق عرى الإيمان، محبة طبيعية جائزة لا يلام عليه العبد بشرط ألا يقدم على محبة الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. من يحب في الله؟ لأن البعض يسأل يقول يحب في الله من؟ أربع أشياء: العمل والعامل والأزمنة والأمكنة. عمل كل ما جاء في الشريعة، كل ما جاءت بالشريعة، ولذلك في نواقض الإسلام قال من أبغض شيء قليل أو كثير مما جاء به الرسول ولو عمل به قال كفر. يصلي لكن يبغض الصلاة كافر ولو كانت نافلة. يحب العمل، يحب العامل، أنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام، ملائكة، الصالحين، الموحدين، نعم، طلاب العلم، أساتذة، نعم. محبة في الله من أوثق عرى الإيمان. أزمنة يحبها الله، يقول اللهم بلغنا رمضان، صح؟ نعم، أزمنة يحبها. أمكن يحبها المساجد، رجل قلبه معلق بالمساجد، نعم يحب هذه الأماكن. ضد الحب في الله البغض في الله، ولا بد يبغض أربع أشياء: عمل كل ما حرم الله وتقدم هذا الشرك، عامل كفار منافقين، أزمنة مثل تعرفه، أمكنة مثل ما تعرفه، مفهوم؟ طيب، العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة. الانقياد، إذا لا إله إلا الله لابد فيها من عمل. الإعراض عن دين الله بالكلية، لا تعلم ولا أعمل، لابد من عمل، وكيف يعمل بلا علم؟ ضد الانقياد الترك بالكلية، نعم. بعد هذا القبول ما يستطيع أن يرد شيء، يقبل كل ما جاء في الشرع، وضد القبول الرد. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد، نعم. الكفر بما يعبد من دون الله، الكفر بما يعبد من دون الله تقدم معنا أن ركن الشهادة نفي وإثبات، كفر وإيمان، تخلية قبل التحلية. فلو شك في الكفر بالطاغوت أو توقف أو تردد فليس بموحد، نعم، فتح الله عليه. يبقى معنا ما يتعلق بالشرك. الشرك يقسم العلماء رحمهم الله تعالى الشرك إلى شرك أكبر وشرك أصغر.
وهناك من يقول أن الشرك شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. الذي يقول أن الشرك أكبر وأصغر يقول أن الشرك الخفي ترى يكون أكبر وترى يكون أصغر. شرك خفي في الرياء أكبر وأصغر، الرياء شرك خفي أكبر وأصغر أصغر. المنافق شرك وشرك خفي، النفاق الاعتقادي أكبر وأصغر أكبر. إذن أحيانا يكون الشرك الخفي أكبر وأحيانا يكون الشرك الخفي أصغر. أريد أمثلة على الشرك الأكبر وأمثلة على الشرك الأصغر. من يذكر لي أمثلة على الشرك الأصغر؟ نعم. دعاء غير الله هذا شرك أكبر. دعاء العبادة حدد، لأن درست أنت لا. دعاء العبادة ودعاء المسألة فيما لا يقدر عليه إلا الله، فتح الله عليك أسبب. نعم. شرك أصغر أكبر أكبر ذبح لغير الله. يا أخي درست الصور الثلاثة. ذبح لغير الله عندنا ذبح جائز، شاة اللحم والتجارة كرم الضيف. قل الذبح لغير الله محبة وتعظيما كالذبح للجن ولأصحاب القبور. نعم. بعد التوكل لغير الله عز وجل. التوكل، وهنا التوكل الاعتماد المطلق وتفويض جميع أمور إليه واعتقاد أن بيده جلب المنافع عدة المضار أكبر. نعم. أجلس، فتح الله عليك. طيب أمثلة الشرك الأصغر. نعم. الأمثلة على الشرك الأصغر الحلف بغير الله. الحلف بغير الله أصل فيه أنه أصغر. قول ما شاء الله وشاء فلان. قال قول ما شاء الله وشاء فلان أصل فيه أنه أصغر. في بعض الأعمال. الرياء يسير الرياء الأصل فيه أن الشرك أصغر. فتح الله عليك. طيب ماذا أخذنا؟ نعم أخذنا، بدأنا في دراسة أي كتاب؟ الدروس المهمة لعامة الأمة. ألفها شيخ البز رحمه الله تعالى. رحمه الله. لماذا ندرس الدروس المهمة؟ لأنها مهمة ونصيحة العلماء. طيب لو قال لك قائل هذه مهمة لكن لعامة الأمة، إذا الأولى لطالب العلم. لا، نقول نسألك عما فيها، إن عرفت الحمد لله أنت أعلم من العوام، وإن لم تعرف أنت دون العوام. طيب أجلس. غيره، ماذا أخذنا في الدروس؟ نعم. أهمة القرآن. نعم. حفظ القرآن. طريقة السلف مع القرآن، ترك حفظ القرآن أو حفظ بلا تدبر ولا عمل، لا هذا ولا هذا، وسط. السلف، إن كنت صادق في اتباع السلف، في كل يوم تحفظ ولا تترك الحفظ حياتك كاملة، لا في حضر ولا في سفر، كما ذكرنا لكم. يحفظ وكل يوم ينظر في تفسير الآيات ويستعين بالله على العمل. أي كتب التفسير يقرأ؟ تفسير لماذا؟ نصيحة العلماء، سهل مختصر، ألف هذا التفسير للعمل بالقرآن، وهذا الذي نريد. والله قد تقرأ في هذا التفسير أحيانا في تفسير 10 آيات في 5 دقائق، والحمد لله. هذا الذي نريد أن تعمل بالقرآن. نعم. فتح الله عليه. بخاصة قلنا ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير الفاتحة وقصار السور وغيره. نعم. أخذنا كذلك أقسام المحبة. أخذنا شروط لا إله إلا الله. والشروط لا إله إلا الله المفتاح الآن لا يفتح إلا بأسماء، والأسنان هذه هي الشروط. هناك من يقول لا إله إلا الله ويخف ميزان، فلا تنفع لا إله إلا الله إلا بالشروط، فإذا استكمل الشروط نفعت وإلا فلا، لأن المنافق يقول لا إله إلا الله ولا تنفع. نعم. فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. إذن هناك من يقول لا إله إلا الله ولا يبتغي بها وجه الله، تنفعه
والله ما تنفع. إذا لابد من ضبط هذه الشروط، منها المحبة. وقلنا المحبة يركز عليها العلماء، لأن الشرك الذي وقع في الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في المحبة. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، أي في المحبة كما قال ابن القيم، وقال قضى الله قضاء وقضاء الله لا يرد. قضى الله أن كل من قدم محبة شيء على محبة الله عذبه الله به. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أحب الولد، وعندما جاء الولد أمر بقتله بذبحه، محبة يحب الولد، لكن خليل الرحمن قلبه مملوء بمحبة الله قدم محبة الله، وكان الجزاء من جنس العمل، صار خليل الرحمن. إيه نعم، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذا يقول أنا أحب أن أصنع كذا وكذا 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 من المنكر، لكن أسأل الله لعان أتركها بإذن الله، محبة لله أقدم محبة لله على. تظن أن الله لا يعوض خير من هذا؟ من ظن غير هذا فقد ظن بالله ظن السوء. قلنا أن المحبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: محبة مع الله شرك أكبر، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. محبة لله أو في الله واجبة، بل من أوثق عرى الإيمان. تحب من في الله؟ العمل والعامل المكان والأزمنة والأمكنة. وضد الحب في الله البغض في الله، عمل وعامل وأزمنة وأمكنة. نعم. القسم الثالث من المحبة محبة طبيعية لا أعلم عنها العبد، محبة الولد والوالد والزوجة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فتح الله عليك، غير من الشرور. نعم. أخذنا من الشرك الخفي فهو أحيانا يكون أكبر وأحيانا يكون أصغر. طيب، أن الشرك أحيانا يكون أكبر وأحيانا يكون أصغر، والشرك الخفي أحيانا أكبر وأحيانا أصغر. معنى هذا نقسم الشرك إلى قسمين: أكبر وأصغر. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في كتاب التوحيد الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فتح الله عليك. في الشروط، في الشروط. نعم نعم. العلم، هل العلم هنا ضد الجهل، أو العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما؟ لا، أراد هنا بالعلم هنا في شروط لا إله إلا الله العلم بماذا؟ بمعنى لا إله إلا الله وأن محمد عبد ورسوله. وضد هذا جاهل لا يعرف معنى لا إله إلا الله، يظن أنه معنى لا إله إلا الله القادر على اختراع، أو لا رب بحق إلا الله، أو لا معبود إلا الله. هذا لم يحقق شروط لا إله إلا الله. نعم، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. نعم، لا تحقق إلا بكفر ما يعبد من دون الله. لابد، وهذا ركن الشهادة، الكفر قبل الإيمان، التخلية قبل التحلية. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فتح الله عليك. نعم، رأينا أن الرياء يعني في لا إله إلا الله، الرياء في لا إله إلا الله شرك أكبر ولا شك، ولهذا قال الإخلاص. أما الرياء في الصدقة شرك أصغر الأصل فيه. نعم نعم. رأينا أن من شك أو تردد أو توقف في تكفير من كفر الله فليس موحد. نعم، قال من قال لا إله الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم، يعني الذي لم يكفر لم يحرم دمه ولا ماله. نعم نعم. الانقياد، فلا إله إلا الله. الانقياد لابد من العمل، من عمل. تقدم معنا أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، الانقياد له بالطالب رغم الشكوى. وفي نواقض الإسلام، نواقض الإسلام مهمة لعلنا نمر عليه إن شاء الله،
في نواقض الإسلام قال الإعراض عن دين الله بالكلية، إعراض بالكلية، لا تعلم والأصل كيف يعمل بلا علم، الإعراض عن دين الله بالكلية، لا تعلم ولا يعمل. نعم نعم. القبول، القبول قلنا يقبل كل ما جاء عن الله ولا يستطيع أن يرد شيء. نعم. وضد هذا الرد، ولا يمكن أن يؤمن بشيء ويكفر بشيء. نعم. طيب نعم. رأينا أن من أبغض شيئا ولو يسيرا مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه يأتي في نواقض الإسلام، وإن عمل به كفر. نعم. الصدق في لا إله إلا الله ضد الكذب، يكون صادق في قول لا إله إلا الله، لأن المنافق نسأل الله السلام العافية كاذب. نعم. وليس بصادق، يصدق مع الله في أقواله وأعماله واعتقاده، ثم يصدق مع عباد الله. نعم. طيب نعم يا أخي. أن الشرك الخفي يجمع بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، تارة يكون أكبر كما في النفاق الاعتقادي، وتارة يكون أصغر كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الرياء. نعم. طيب نزيد؟ حفظتم؟ تسمع شروط الصلاة؟ إذا لا درس. إخواننا هذه الأمور أهم ما يكون في العلم، بل هذه يعني أساسيات. هذا الذي لا يعرف الحساب يعني إيش تقول عنه؟ لا يعرف الجمع، واحد زائد واحد، واحد زائد واحد زائد واحد، واحد زائد واحد زائد واحد يساوي كم؟ لا يساوي واحد. موجود من يقول إنه واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد، هذا جاهل، هذا ما يعرف شيء، يدعي التقدم والحضارة وكذا، هو لا يعرف إنه واحد زائد واحد زائد واحد يساوي ثلاثة، هذا يعرف حتى الصغار، لكن هم وهم كبار لا يعرفون، هذا دليل الجهل. كيف تريد أن تنكر على هؤلاء وأنت لا تعرف هذا الدين، ولا تعرف الشروط ولا الأركان ولا الواجبات ولا شروط لا إله؟ تقع في الجهل. نقول اهدنا الصراط المستقيم، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا ومن أعرض عن ذكري. إخوانا لابد نتعلم نحفظ حتى نسير، نأخذ الشروط فقط، خاف قال الظهر في الشروط، لا إشكال. نعم. طيب بسم الله. شروط لا إله إلا الله، شروط لا إله إلا الله، وش الإشكال؟ شروط الصلاة، شروط الصلاة، هذا القسم الثالث على ما قسمنا، القسم الأول ما يتعلق بالقرآن، القسم الثاني ما يتعلق بالتوحيد والشرك، القسم الثالث الصلاة. نعم. شروط الصلاة، شروط الصلاة وهي تسعة، الإسلام، شروط الصلاة وهي تسعة. يا أخواننا والله تعبوا حتى جمعوا لنا هذه العلوم، يقول شروط الصلاة تسعة وارتاح. ليش قال تسعة؟ حتى يعني تتذكر، قلنا هذه هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، عدد. أي نعم. طيب الأول الإسلام والعقل والتمييز والنية، انتبه معي أساعدك، إسلام وعقل وتمييز ونية، هذه الأربعة في كل عبادة. وارتاح يا أخي، أي عبادة تأتيك وأسألك إنسان ما شرط هذه العبادة؟ تقول إسلام وعقل وتمييز ونية، إلا في الحج والزكاة، لا تذكر هذا حتى تتحقق.
طبعا الإسلام في كل شيء. طيب الإسلام هذا الشرط الأول، ضد الإسلام الكفر. فإن صلى الكافر، أوقف، إذا صلى الكافر لا تقبل صلاة، صلاة باطلة. طيب صلى المنافق، نفاق الأكبر صلاته باطلة. نعم، نفاق اعتقادي صلاته باطلة. فتح الله عليك، اجلس. إذا جاءنا نسأل الله السلام العافية كافر، نأمر بالصلاة؟ لا. نأمر بالختان؟ لا. نأمر بالزكاة بكذا؟ لا. أول ما يؤمر به الكافر الدخول في الإسلام. انتبه، هناك من الكفار ما يمنع من دخول الإسلام يخاف مثلا من الختان. فإذا جاء نصراني إلى الضحاك بن مزاح رحمه الله وقال: يا إمام، إني أحب الخمر وأحب الإسلام، يعني أنه أخاف إذا أسلم أنه ما يشرب الخمر لأنه يحب الخمر. لو جاء واحد لك مثل هذا وقال تقول أسلم، أنا قال اشربها حتى تقطع بطنك، لا، أو لا تدخل الإسلام. قال له الضحاك رحمه الله، قال أسلم واشرب الخمر، ما الإشكال؟ أسلم واشرب الخمر. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد رسول. فقال له الضحاك: أنت الآن مسلم، إن شربت الخمر جلدناك، وإن رجعت عن الدين قتلناك. هذا فيه فقه العالم. لكن لو الواحد منا يأتي كافر ويقول أريد الإسلام لكن ما أريد أختتن، يقول اسمع، إما أن تختتن أو لا تدخل الإسلام أصلا. الناس اليوم والله هذا لو علم من رحم الله ليس لديهم حرص على نشر الإسلام ودخول الناس في دين الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على إسلام الأمة، صح؟ نعم، بذل كل ما أعطاه الله من قوة، أدى ونصح وبلغ وجاهد في الله حق جهاده. إذن لا يخاطب لكن يعاقب يوم القيامة على ترك الصلاة ولا بد. قالوا: ما سلككم في سقر. هذا الدليل. إذن الإسلام ضده الكفر. لو جاءت مرأة سافرة وقالت أريد الدخول في الإسلام، تأمرها بالحجاب؟ لا، تقول أسلم. وإذا أسلمت يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: شرح الله صدرها للحجاب وكل ما جاءت بالشرع. ومسلمة سافرة أفضل أو كافرة محجبة؟ نعم، لا شك الإسلام ضد الكفر. نعم، أنا استمع إليك. نعم، العقل. فإذا صلى المجنون صلاته باطلة. طيب نعم، التمييز، ما هو التمييز؟ التمييز هو التفريق بين الأشياء، يعرف أنه هذا ماء ونار، تقول له اجلس، يجلس. مفهوم التفريق بين الأشياء. هل للتمييز سن محددة؟ لا، لكن في الغالب أن ابن 7 سنين يكون مميز. مفهوم؟ طيب عندي سؤال، إذا صلى الصغير، صلى الصغير، ما حكم صلاة الصغير؟ أنت يا أخي خلف العمود، أوقف. نعم، ما حكم صلاة الصغير؟ أنت ما غيرك، ما حكم صلاة الصغير؟ صحيحة أو باطلة؟ الله، هذا جواب سديد. أجلس. نعم، في تفصيل. إذا كان مميز فالصلاة صحيحة، وإذا كان غير مميز فالصلاة باطلة. فتح الله عليك. إسلام وعقل وتمييز ونية.
لماذا قدمنا النية الآن؟ حتى تعرف أن هذه الشروط في كل عبادة، إلا أن بعض الشروط تتغير في الحج والزكاة، هذه تأتي في مواضيع إن شاء الله تعالى. إسلام وعقل وتمييز ونية. إذا أراد أن يصلي الفجر يقول: اللهم إني نويت أن أصلي في هذا اليوم 27 من شهر ديسمبر في عام 2012 مؤتما بالشيخ علي في الساعة 6:15 بتوقيت سانت تيان، وبجانبي عن اليمين الشيخ أبي عبد الرزاق، وبجانبي عن اليسار لا أحد بإذن الله تعالى. يصح؟ لا يصح. النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة. في كل عبادة، في كل عبادة، في كل عبادة، في كل عبادة، حتى في الحج إذا جاء ونوى عند الميقات دون أن يتلفظ، حج صحيح؟ لو جاء عند الميقات وقال: اللهم إني نويت حج هذا العام عام 1000 وكذا وكذا فيسره لي وتقبله لي، بدعة. التلبية شيء والنية شيء، مفهوم؟ نعم. إسلام والعقل والتمييز والنية. نعم. رفع الحدث الأكبر والأصغر. عندما تحفظ تقول رفع الحدث أي الأكبر والأصغر. فلو صلوا عليه حدث أصغر صلاة باطلة، عليه حدث أكبر صلاة باطلة. فلا بد من رفع الحدث. الأكبر يكون بالاغتسال، والأصغر يكون بالوضوء. نعم. إزالة النجاسة عن 3 أشياء، وهو يحفظ يقول: إزالة النجاسة عن 3 أشياء، عن البدن والبقعة أي المكان والثوب، مفهوم؟ فلو صلى وعلى بدن نجاسة أو على ثوب نجاسة أو في المكان الذي يصلي فيه نجاسة واستطاع أن يزيل هذه النجاسة فصلاته باطلة ويعلم بها، مفهوم؟ لكن إن صلى وعلى ثوب نجاسة ولا يدري عن هذه النجاسة وبعد الصلاة انتبه لهذه النجاسة فالصلاة صحيحة. نعم. ستر العورة. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: أحسن من هذا أن نقول أخذ الزينة في الصلاة، لأن هذا الذي جاء في القرآن: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. لأنه يشكل على بعض الناس هذا الأمر، يشكل على بعض الناس باب النظر. احنا لا نتكلم عن باب النظر الأجنبية وكذا، نحن نتكلم عن صحة الصلاة، مفهوم؟ نعم. أخذ الزينة في الصلاة على 3 أقسام: عورة مغلظة، وعورة مخففة، وعورة متوسطة. كم يا أخي؟ أنت 3. عورة مغلظة، وعورة مخففة، وعورة متوسطة. يقول لي هذا: يا أخي أتعبتنا، تقول رتب، لماذا لم ترتب هنا عورة مغلظة مخففة؟